ليونيل ميسي نجم برشلونه، القضيه اللي شغله الناس كلها والعالم كله والشارع الرياضي تحديدا، وهي رحيل ميسي وازماته الاخيره مع برشلونه. امبارح كان اخر كلام قلنا لحضراتكم منه خلاص ميسي اعلن بقائه مع برشلونه موسم كمان قبل ما يرحل بشكل مجاني، وده طبعا علشان اللاعب كان عايز يتفادى اي مشاكل او دخول في مسائل قانونيه او محاكمات، وهو زي ما قلنا لاعب مسالم ومالوش في الكلام ده. بكره المفروض ان ميسي يظهر مع برشلونه في التدريبات بشكل طبيعي جدا. عشان نتكلم اكتر عن الموضوع ده معانا الصحفي بايجيبت توداي محمد سلطان، برحب بيك في برنامج السادسه. ازيك يا ساره، وانا مبسوط جدا ان انا موجود معاك في قناه النادي الاهلي. احنا مبسوطين اكتر. قول لنا بس الاول رايك كده في قرار بقاء ميسي في برشلونه، واللي هو قاله يمكن بطريقه شويه مثيره للجدل، ان هو قاعد بس لمجرد انه ما يحصلش مشاكل، لكن رغبته هي كانت الرحيل، ووصف كمان الاداره بان هي كارثيه. اعتقد ان كل جماهير نادي برشلونه سعيده بالقرار اللي اتخذه ليونيل ميسي. قرار رحيل ليونيل ميسي قرار صعب على كل الجماهير وعلى النادي الكتالوني، وقرار هز العالم، خاصه بعد الهزيمه اللي تعرض ليها برشلونه بثمانيه امام بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا. اعتقد ان ليونيل ميسي قراره بالبقاء زي ما هو قال هو قرار عاطفي من ليونيل ميسي اللي مش عايز يروح هو وبرشلونه ويقفوا قصاد بعض في المحكمه ويتكلموا عن العقد وعن هل هو من حقه زي ما هو بيقول ان هو يمشي السنه دي مجانا، او زي ما برشلونه بيقول ان لازم يندفع الشرط الجزائي المقدر ب 700 مليون يورو. اعتقد ان في نهايه الامر بقاء ليونيل ميسي سيكون في مصلحه فريق برشلونه. ليونيل ميسي هو اهم لاعب في تاريخ النادي واهم لاعب في تاريخ الليجا. اعتقد ان حتى بقاء ميسي ولو لمده سنه يعطي الفريق ويعطي الليجا الوقت ان هم يفكروا في ازاي سيتم تعويض غياب ميسي او رحيل ميسي. لن يؤثر فقط على برشلونه ولكنه سيؤثر بالسلب على صوره الليجا وعلى متابعه الليجا على مستوى العالم. طيب شايف انه ميسي هيعرف يتعامل مع كومان بعد كده، رونالد كومان المدير الفني الجديد، خصوصا انه كان في كلام يعني انه اتعامل معاه بشده في الاجتماع اللي حصل بينهم، وكنا شفنا تصريح من كومان ان هو زي ما ميسي في خططه بس بيقول انا مش عايز حد في برشلونه، هو اصلا مش عايز يفضل في برشلونه. بكل تأكيد كومان شخصية قوية على مستوى التدريب. الرجل قادم من تجربة رائعة مع المنتخب الهولندي، استطاع قيادته فيها إلى كأس الأمم الأوروبية بعد فترة من التراجع للمنتخب الهولندي. في نفس الوقت الأزمة اللي مر بها ليونيل ميسي، وأعتقد أن جزء منها كان يعني تم يعني ليونيل ميسي كان واخد قراره بالرحيل، وهو قال ده امبارح أن هو كان واخد قراره بالرحيل من قبل كده، ولكن القرار ده تم تفعيله بعد جلسة ليونيل ميسي مع رونالد كومان زي ما قالت أغلب الصحف الأسبانية. لكن في النهاية ليونيل ميسي وضح امبارح أنه سيعطي كل شيء لبرشلونة كما فعل دائما، أن الخلافات اللي موجودة خلافات ليس لها علاقة بالنادي ولكن هي خلافات مع الافراد المسؤولين عن اداره النادي. على الجانب الاخر رونالد كومان اذا اراد النجاح في برشلونه فعليه التعامل بصوره جيده مع ليونيل ميسي، عليه التعامل بذكاء مع واحد من اهم اللاعبين اللي موجودين في العالم، ان لم يكن اهم لاعب على مستوى العالم، وده لازم يتم بذكاء من رونالد كومان. اعتقد ان رونالد كومان مستفيد من بقاء ميسي، هو يضع عليه بعض الضغوطات ولكن في النهايه كومان مدرب نادي برشلونه، دايما نادي برشلونه معروف انه نادي بيكون فيه ضغوطات كبيره جدا على المدربين، وكومان يعلم ذلك، هو واحد من اساطير النادي، هو صاحب الهدف الذي توج برشلونه باول بطوله دوري ابطال اوروبا في 92. لكن في النهايه قرار بقاء ميسي سيكون في مصلحه، اعتقد سيكون في مصلحه النادي، وحتى يعطي الفرصه لبرشلونه اذا اراد ميسي الرحيل مع نهايه الموسم، يعطي الفرصه لكومان ويعطي الفرصه لبرشلونه لاعداد خطه بديله في حاله غياب ميسي، رغم ان كل الخطط لا تستطيع توجد خطط لتعويض غياب ليونيل ميسي عن برشلونه. أكيد بقاء ميسي في مصلحة برشلونة لكن مش في مصلحة جريزمان يا محمد، يعني جريزمان كان هيبقى نجم الفريق يعني في حال عدم وجود ميسي. دلوقتي في تقارير كتير بتقول إن أندية ثلاث أندية في الدوري الإنجليزي عايزة تتعاقد مع جريزمان اللي هيبقى أكبر متضررين من بقاء ميسي. أصلاً فكرة التعاقد مع أنطوان جريزمان كانت في البداية فكرة غريبة، لأن أنطوان جريزمان زي ما احنا تابعناه سواء مع ريال سوسيداد أو مع أتلتيكو في آخر سنينه مع ريال سوسيداد ومع أتلتيكو مدريد وكذلك مع المنتخب الفرنسي، هو يلعب تقريبا في نفس الأماكن اللي بيلعب فيها ليونيل ميسي، مناطق تأثيره هي تقريبا نفس المناطق اللي موجود فيها ليونيل ميسي. هي المشكلة ليست شخصية بين ميسي وبين جريزمان، ولكن المشكلة في فكرة أن جريزمان يجب حتى يتألق يجب أن يلعب في أماكن هي أصلا أماكن النفوذ والتأثير لميسي في الملعب. اعتقد ان بعد رحيل ميسي او مع الاحاديث اللي كانت بتقول ان ميسي خلاص هي دي اخر سنه في عقده، تنفس جريزمان الصعداء زي ما بيقولوا وقرر ان هو او كان قال له
مدرب الفريق رونالد كومان ان هو هيلعب في المكان الذي كان يلعب فيه في اتلتيكو مدريد، وبالتالي اعتقد ان كان جريزمان هيؤدي اداء افضل وتظهر فعلا امكانياته الكبيره بعد موسم اول سيء مع برشلونه. لكن في النهايه هل يرحل جريزمان مع كلام عن رحيل لويس سواريز؟ هل يستطيع كومان ان يضع كل من ليونيل ميسي وانطوان جريزمان في خطه واحده؟ الموسم اللي فات فشل في البردي وكذلك فشل في كيتيكيان، لكن كومان في الاول وفي الاخر هو واحد من المدربين اصحاب الافكار التكتيكيه الجيده على مستوى العالم، واعتقد ان هو ممكن بطريقه ما انه يجد مكان لجريزمان في تشكيله برشلونه تاثير على ميسي وكمان تاثير على جريزمان. طيب هل تتوقع ان ميسي يكون موجود مع برشلونه السنه اللي جايه بعد نهايه عقده؟ والله اعتقد دي تتوقف صوره كبيره على حاجتين، الحاجه الاولى اداء الفريق السنه دي، وهل فعلا كومان قادم وله مشروع رياضي، ودي حاجه انا اشك فيها شخصيا، اعتقد ان مفيش اي مشروع رياضي في برشلونه كما ذكر ليونيل ميسي في اللقاء بتاعه. في الناحيه الثانيه كمان هتتوقف على الانتخابات، برشلونه وبرتوميو اعلن ان الانتخابات هتكون في مارس، ده معناه ان بنهايه الموسم هنكون عرفنا هل برتوميو مكمل ولا في حد تاني هيكون موجود، هل الشخص اللي هيكون موجود على راس برشلونه على راس اداره برشلونه هينجح في اقناع ميسي في البقاء في برشلونه. لكن اذا ميسي اتخذ القرار مره فاعتقد ان هو قدر على اتخاذه اكثر من مره. الموسم القادم ميسي ترحل مجانا، الانديه بتكون تعافت بصوره كبيره من ازمه كورونا وتاثيراتها الماديه، وبالتالي تستطيع عديد الانديه على مستوى العالم على راسهم مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، سيستطيعوا التعاقد مع ليونيل ميسي وتوفير الاموال للتعاقد معاه. لكن في النهايه قرار وجهه نظري يتوقف هل ميسي سيكون سعيدا في برشلونه على المستوى الرياضي على مستوى اداء الفريق، هل ينجح برشلونه في التعافي من كل الازمات اللي مر بيها ويقدر يأدي موسم جاي؟ اعتقد في حاله تأدي موسم جاي ميسي ممكن يفكر في البقاء في برشلونه. طيب احنا من الحاجات اللي طلعنا منها برضو من الازمه دي ان اداره برشلونه اللي وصل للناس مش عارفه تتعامل مع اللاعبين الكبار، سواء كان في مشكله ميسي او كمان في مشكله سواريز والطريقه اللي سواريز اتبلغ بيها ان هو مش هيكون في الفريق. كده الصوره وصلنا صح؟ هل اداره برشلونه هتعرف تتعامل مع اللعيبه الكبار الفتره اللي جايه؟ هناك ازمه كبيره بين بارتوميو وبين اداره بارتوميو وبين اللاعبين الكبار بدات من اكثر من 5 أو 6 سنوات. بارتوميو وادارته يريدون ان يكونوا النجوم في برشلونه، هم الاساس اللي قايم عليه الفريق، النجاحات اللي بيحققها الفريق تنسب ليهم، بدل من ان النجاحات التي يحققها الفريق حتى الان بتنسب الى لابورتا وبتنسب الى جوارديولا وبتنسب الى طريقه اللعب المنسوبه لكرويف قبل كده. بارتوميو ما بيفكرش بالطريقه دي، بارتوميو عاوز يكون هو النجم، وبالتالي تعامله مع اللعيبه الكبار في برشلونه اثبت فشله. اللعيبه الكبار في برشلونه يحصلون على ما يريدون من اموال، لكنهم يصبروا في كل مره عدم احترامهم للاداره وعدم احترامهم لشخص بارتوميو. اعتقد ده ظهر في حديث بيكيه بعد الخساره من بايرن ميونخ لما قال انا مستعد لكل ما تريده الجماهير، مستعد ان انا ارحل من النادي لو الناس حابين كده، لكن هو قال لكن المشكله في برشلونه ليست لها علاقه فقط باللاعبين وبالجهاز الفني. كان يشير الى ان المشكله اداريه من الدرجه الاولى. ميسي ايضا تحدث بذلك ان برشلونه النادي المعروف دائما مش دائما ولكن مع بدايه الالفيه معروف ان برشلونه عنده مشروع، عنده عواميد واضحه للمشروع ده، الاعتماد على الاكاديميه، الاعتماد على طريقه لعب معينه، كل هذا تم تدميره تحت قياده بارتوميو، والنادي فقد البرستيج بتاعه اللي كنا بنتكلم عنه دايما عن فكره ان نادي برشلونه وانه حلم كل اللاعبين. اعتقد ان ده تغير بالنتائج السلبيه وبالمشاكل اللي ظهرت دايما مع هذه النتائج من اول روما مرورا بليفربول وفي النهايه في لشبونه. بشكرك جدا الصحفي بإيجيبت توداي محمد سلطان، وهتفضل طبعا أزمة برشلونة مستمرة لحد ما نشوف الشكل الجديد اللي هيبقى عليه الفريق مع رونالد كومان ومع التغييرات اللي بتحصل. يعني هنشوف الفترة اللي جاية، أكيد أكيد كل مشجعي برشلونة نفسهم يشوفوا الفريق بقى بشكل تاني بعد الأزمات اللي حصلت الفترة اللي فاتت، وآخرها كانت فضيحة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 8-2. كمان معانا